ايوه يا حمدي، البنت رجعت خلاص. تقدر تكمل. انا هبقى قبلك هناك. كده البت رجعت وانا استنيت كتير. هات لي الواد المحامي من تحت. اخلص معاه؟ لا، عايز اعرف هو يعرف ايه، وبعدين حسابه هيبقى معايا. كله يسلم نفسه. ارمي سلاحك على الارض، ايديك فوق راسك. البس سلاحك على الارض، كله يسلم نفسه. مساء الخير. ما تصورش انا سعيد قد ايه اللي انا شفتك. اللي بيحصل ده يا باشا غير قانوني. انا راجل مخطوف وماليش اي علاقه باللي بيحصل بره. انا كنت موجود هنا لحظه القبض عليهم. ما تنساش يا باشا ان انا راجل محامي وبفهم في القانون كويس. لا، على كل حال من الناحيه القانونيه انت ليك اختيارات كتير، اللي يعجبك فيهم خده. البراءه يا باشا، انا ما اخدش غير البراءه. يا ابني احنا مسجلين لك كل كلمه قلتها في المكتب، وعند القاضي ان شاء الله هنذيع. انا ما سجلتش حاجه خالص يا باشا، واي حاجه اتسجلت اتسجلت بشكل غير قانوني، يعني لا يعتد بها. لما نحط جنبهم الخمسة مليون اللي احنا بعتناهم لك مع حالة هيعتد بها. خمسة مليون جنيه يا باشا؟ ايه الخمسة مليون؟ ما عرفتش عنهم حاجه يا باشا. خمسة مليون حق الدوله اللي هترده على داير مليم عشان نخفف لك الحكم. انا ما خدتش حاجه يا باشا، انا براءه. هاتوه يلا يا باشا، انا بريء. ايوه يا سيف، الخليلي في ايدينا. انا مش عارف اشكرك ازاي. نتقابل في الجهاز.
في ايه يا كمان؟ العقيد حمدي قبض على ناجي الخليل وجايبينه على هنا. قبض عليه امتى؟ من شويه، بس هم في المانيا، شكلها ما فيهاش مروح يعني. انا عايزك تيجي لي كمان شويه في مكتب مشير المحاميه. ايوه معلش، الموضوع خطير وهي مستنيانا، ما تتاخرش. والحمد لله وفيت بوعدي. طبعا. وناجي الخليلي اتقبض عليه خلاص. يعني زمانه دلوقتي في السجن. الحمد لله. يعني انت مش مضطره تمشي. معلش. انا لازم امشي. بس هم اكيد هيبقوا محتاجين لي شهادتي. لا. هتشهدي على ايه؟ على خطف البنت. اي حاجه حصلت وانت اشتركتي فيها مش هتبقى موضوع تحقيق خلاص. انا اتفقت مع حمدي على كده. طب والفلوس اللي اديتها للمحامي؟ المحامي خلاص وقع في ايديهم، هما بقى هيعرفوا يستردوها منه. يعني انت خلصتي من القضيه ومن البوليس ومن ناجي الخليلي ومننا كمان. منك؟ معلش انا لازم امشي بكره، مش هقدر استنى اكتر من كده. ومين عارف يمكن نتقابل بعد كده وتعرف توصلي. أكيد هنتقابل في يوم من الأيام. مش هتأخر، أجيب حاجة وأجي على طول. الو ازيك؟ عامله ايه تاني يا نشوى؟ يا بنتي قلت لك ما بفكرش في موضوع الهجره ده خالص. ورفيق بقى اعمل فيه ايه؟ بصي لو رفيق قدر يقنع سيف انه يروح يتعالج تاني انا هجيبه وهما الاثنين واجي، غير كده ما تكلمينيش في الموضوع ده. بقول لك ايه، هقفل معاكي عشان لازم ادخل اجيب حاجه ورفيق مستنيني في العربيه. يلا سلام. اي ماما انا خلاص لميت حاجتي وجهزت زياد، مستنيه بس السواق يعدي علينا. اراجع نفسي في ايه بس يا ماما؟ يا ماما انا كنت عارفه ان غيابه عن البيت بالشكل ده مش طبيعي. يا ماما ده بيكذب عليا، بيبص لي وبيكذب عليا في وشي بمنتهى البساطه. ايوه طبعا متاكده، والله اعلم اصلا عمل ايه تاني قبل كده. يا ماما حد ايه؟ بقولك مأذون رسمي يا ماما لان الاجراءات بتستدعي كده، حتى بعتولي قسمه الجواز. حسبي الله ونعم الوكيل. ماشي يا ماما، ماشي، مع السلامه. أنا بفكر. احنا من ساعة لما مشينا من عند سيف وانت قاعد مساهم وساكت كده، هو في حاجة حصلت بينكم؟ لا 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 أبدا، احنا ما لحقناش نقعد مع بعض ولا اتكلمنا في حاجة أساسا. الله، أمال في ايه؟ مفيش مفيش. معلش استني ما تدورش العربية. أنا عايز أسألك سؤال واحد
علشان في موضوع كده بفكر فيه. خير؟ انت قلت لي قبل كده ان سيف قاعد لوحده في البيت. ايوه. وان في حد بيخدمه. عم ابراهيم. مش ده الراجل الكبير اللي احنا قابلناه في الكافيه؟ ايوه. تسال ليه؟ عندك حد عاوز تشغله عند سيف ولا انت تعرفه؟ لا 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 مفيش حاجه. اصلا كنت بفكر في موضوع كده وشاغل بالي شويه يعني، ومش عايز اشغل بالك بيه معايا. ده انت غريب جدا. انا بعد اذنك هنزل هنا. نعم؟ هنزل، هروح البيت ماشي. تنزل؟ انت بتهزر؟ لا 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 معلش سامحيني والله، انا لازم افكر، لازم. عليا انا حريص عليكي فوق مما تتخيلي، وعشان كده لازم اتاكد قبل ما اكلمك في اي حاجه. لازم افكر في الموضوع ده قبل ما اقول لك، وافكر ان كنت هقول لك ولا لا. سلام. ما تزعليش مني يا علي. سلام.